ساعة ما يقول الله أكبر بيبقى معناها أكبر من كل اللي في دماغي. أنا لما ابتديت أكتب الحقيقة طرحت وراء ظهري كل المسلمات وكل الموروث الديني، وابتديت على بياض، ابتديت علماني ابن علماني كمان فابتديت على بياض خالص. في الواقع أنا عمري ما شكيت في وجود ربنا سبحانه وتعالى أبدا. واضح جدا أن المستقبل اللي احنا رايحين له مستقبل خطير. أنا بعيش بقى هذا الهم بشكل فظيع. بدأت رحلته بالبحث عن الله من ترعة وشيخ ضربه لسؤاله عن مكان وجود الإله، ليبذر الشك في قلبه ويثمر بالإيمان والعلم معا. بعد 30 عاما أسس جمعية للكفار بعد إنكاره لجهل دجال كتب له حجابات لطرد الحشرات، ثم أغلقها ليبني مسجدا ومرصدا وعيادة بعائدات أول رواية له. اتهم بالإلحاد لاعتراضه على حكم عبد الناصر، رشحه السادات وزيرا فرفض الوزارة لعدم نجاحه في إدارة أسرته، ومنعه مبارك عن الظهور بسبب أوامر إسرائيلية. لسنا أمام شخصية عادية على الإطلاق، بل شخصية استثنائية بكل المقاييس. إنه مصطفى محمود. يعني أنا أقدم نفسي، مصطفى كمال محمود حسين، مولود في شبين الكوم، يعني يوم 27 شهر 12 سنة 21. كان طفلا هادئا ضعيف البنية، يكبر في ظل عائلة متواضعة متوسطة الحال، ليس لها اتجاه ولا آراء حادة. الأب بسيط ويحب القراءة والاطلاع، والأم حالها كحال أي ربة منزل مصرية في ذلك الزمن. ولكثرة مرضه لم ينعم بحياة فيها لعب وحركة كثيرة كسائر أقرانه، فلم يكن له سوى كتب أبيه، وله في الترعة جانب بيتهم والكتاب الذي كان يتعلم فيه القراءة والكتابة والقرآن. هذا الكتاب هو الشاهد على أولى محطاته والسبب الأول في دفعه تجاه الشك. لربما تتوقع أن عالما كمصطفى محمود كان صاحب تفوق دراسي وذكاء فذ وحب من جميع رفاقه، لكن الحقيقة أن ما جعله استثنائيا هو أنه كان محاطا بعكس كل ذلك. فأولى دوافعه نحو البحث عن الحقيقة كانت أصفارا تزين كراساته، وشيخ يضربه على الدوام، إلى أن جاء يوم وانهال عليه بالخيزرانة لسؤاله عن مكان وجود الله، فترك الدراسة لثلاث سنوات، وعاد في عمر 9 إليها بعدما جاء شيخ آخر، أو ما يسميه هو دجالا آخر. حينها قرر أن يسأل سؤاله عن وجود الله بطريقة أخرى، فذهب إلى الشيخ طالبا منه أن يعطيه حلا لمشكلة كثرة الحشرات، فأعطاه كتيبا صارت تمشي الحشرات فوقه، ولم يستطع القضاء عليها حتى قتلها عبر مركب من الصابون عامله وحده في المنزل. وهنا تغذت بذرة الشك في قلبه أكثر، فأسس جمعية أسماها جمعية الكفار نكاية بهم، وقرر ترك الكتاب والمسجد نهائيا، وبقي يقضي وقته جانب الترعة والناي اللذين سيرسمان له محطته التالية. غارقا في العلم. تجربة الصابون وقتله للحشرات أثبتت لمصطفى أن المادة هي التي حكمت وانتصرت، فقرر أن يوجه فضوله نحوه ويبحث ويقيس كل شيء بنفسه، واختار جسم الإنسان كأول ما سيغوص به. لذا اضطر دخول الجامعة ودراسة الطب، وبات يمضي معظم وقته في المشرحة مع الجثث، يفكر في تركيبتها المادية وطريقة عملها، حتى استوقفه أمر آخر. إيه هو البني آدم؟ إيه هو الإنسان؟ وإيه الإنسان والكون والله والموضوع كله بقى متربط مع بعضه، اللي هو نتج من اللحظة اللي وقفت فيها قدام الجثة وأنا بشرح، وكل ما شرح أقول مش ممكن، ده مش البني آدم، ده ممكن يبقى اللبس اللي هو لابسه، شكله من بره، المادة اللي هي معمول منها، إنما ده مش البني آدم. استنتج حينها مصطفى أن هناك شيئا ما أعلى من المادة وأقدر منها، لكنه بالطبع ليس ما كان شيوخ الكتاب يحدثونه عنه. أدرك حينها أنه كفر بالجهل ليس بالله، وبدأ محطة جديدة. فترك الطب بعدما عمل كطبيب صدرية لفترة من الزمن، وبدأ يبحر في كل العلوم التي تتحدث وتصف المعنويات، فقرأ في الزرادشتية والإبراهيمية والبوذية أيضا، ولم يصل لجوابه إلا حينما عاد إلى الإسلام.
مجرد العلاقة بين الآية وبيني أنا أحس أن الكلام ده لا يمكن يصدر إلا عن عظيم، وأن يحتوي على نبأ عظيم. من الشك إلى الإيمان. وصل مصطفى بعد رحلته التي دامت 30 عاماً إلى الإيمان، فقرر توثيق أسئلته وتجربته وفضوله في مؤلفات عامة العالم العربي كله، فلمست الحقيقة التي وصل إليها قلوب الملايين. لكن وعلى الضفة الأخرى، كان هناك من ينزعج منه ويضمر له العكس. فبعد نشره أحد كتبه، جاء لمحمود هاتف أمر فيه بملازمة بيته بحسب تعليمات جاءت من عبد الناصر، الذي حاول تأجيج الرأي العام ضده متهماً إياه بالإلحاد. والحقيقة أن عبد الناصر كان مغتاظاً منه بسبب مواقفه المعارضة له وحديثه عنها في بعض مؤلفاته. هذه الضيقة لم تستمر طويلاً، وانفرجت بقدوم السادات، الذي حاول كسب شعبية من ورائه ودفعه نحو تقديم العلم والإيمان. واحد من أعظم المراجع التي نعود لها حتى يومنا هذا، 400 حلقة على مدى 28 عاماً، أوصلته إلى المزيد والمزيد. لكن مع هذا الصعود عاد من يرصد له من جديد، تحديداً حينما فتح النار على إسرائيل وقرر سرد الحقيقة التي نعيشها اليوم. إسرائيل إذا كانت تغزو وتنتصر فمش بسلاح ولا بحرب، لكن بالفتن، تهيج المصري على المصري والنصراني على المسلم والمسلم على النصراني والشيوعي على مش عارف الأصولي والعلماني على الربان. الحرب اللي احنا هنخش عليها، المستقبل اللي احنا داخلين له مش حرب، انما هي صراع على مستوى العقول وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى المكر الإسرائيلي، اللي هو قدر بعد 1000 سنة انه يتوغل ويبقى له ممثلين في جميع كراسي صنع القرار في العالم. بالشكل نفسه الذي حاربه فيه الناصر، قام مبارك بمهاجمته بعد إصداره كتاب الشفاعة، والذي اتهمه فيه بالتألي والكفر تنفيذا لأوامر الصهاينة. اغتيل مصطفى معنويا وسكت عنه كل أحد ل10 سنوات، ليترك وحيدا حتى وافته المنية بعدما هاجمه المرض 6 أشهر. لكن شاء الله بأن يترك له أثرا لا يزال يذكره الناس فيه في 89 مؤلفا، واسما خالدا في مسجد وعيادة بناه من مال أول رواية باعها. الدنيا كلها في الكلمتين دول، نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه، واحد بياخد على قد كفافه وواحد بيشيل ويحمل.